ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب جروب خير. ممكن النهارده مش هنتكلم عن حاجه مهمه جدا، بس هي بالنسبه لي هي مهمه جدا جدا، او بمعنى صح احنا ممكن نتكلم النهارده عن سلسله جديده نعملها اسمها مثلا فضفضه، او اسمها مثلا حاجات انسانيه او اخلاقيه او حاجات بتعجبني يمكن الناس اللي بتتفرج عليا تعجبها، او ممكن تعمل الحاجه دي عشان تعجب الناس التانية. فلحد دلوقتي بصراحه انا ما اعرفش السلسله دي هتبقى اسمها ايه، فممكن مثلا نخليها اسمها فضفضه، ولو لقيتوا اسم تاني ليها احلى ممكن تقولي لي تحت في الكومنت. فتعالوا نفضفض النهارده كده مع بعضينا ونشوف هنتكلم في ايه النهارده. يلا بينا. واحده من احسن الحاجات اللي بحبها اي شخص حرفيا معايا او في انا شخصيا، ان انا لما بكون مثلا خرجت مثلا مع حد خروجه حلوه، او اتفرجت مثلا معاه على ماتش مثلا، او راح معايا في حته معينه، ان انا بعد ما بروح مثلا بلاقي نفسي تلقائيا ان انا بفتح مثلا الواتساب مثلا او اي شات بيني وبينه، مثلا ببعت له مثلا فويس نوت مثلا، او ببعت له مثلا مسج اقول له مثلا شكرا اللي انت كنت معايا النهارده، او شكرا اللي انت كنت معايا مثلا واحنا بنتفرج على الماتش، او شكرا على الحاجه او الخدمه اللي انت عملتها لي دي. او مش لازم تكون خدمه، هي بمعنى صح شكرا على الوقت الفاضي اللي انت فضيته لنفسك عشان تبقى معايا في الفتره دي. في ناس ممكن تقول يعني قشطه مثلا ده ماتش فهو صاحبي لازم يجي، لا هو انت لو جيت اصلا بصيت هو ممكن يكون مثلا صاحبك كان وراه كذا حاجه وهو فضى نفسه من الحاجات دي عشان يجي يتفرج معاك على الماتش، حتى لو هو عايز يتفرج على الماتش اصلا، يعني هو كده اصلا عامل في حسابه اللي هو يتفرج على الماتش، بس هو قرر اللي هو مثلا يسيب كل اصحابه وينزل معاك انت بالتحديد. ممكن انت برضه شايفها عادي جدا، بس انا بالنسبه لي بشوفها بطريقه مختلفه شويه، ان انت يعني فضيت نفسك وفضلتني عن صحابك كلهم انك تنزل مثلا تتفرج معايا على الماتش، او تنزل مثلا تروح مثلا معايا نعمل حاجه دي والكلام ده. فبلاقي نفسي تلقائيا ان انا بعد ما بخلص مثلا المشوار بتاعه مثلا، او بعد ما مثلا ما بخلص المشوار معاه بقوم مروح البيت وببعت له مثلا فويس نوت، او ابعت له مثلا مسج اقول له شكرا على مثلا الوقت اللي احنا قضيناه ده، او شكرا على الوقت اللي احنا قعدنا فيه مع بعضنا ده. حتى ممكن يكون مثلا ما عملناش حاجه، مثلا ممكن يكون مثلا مشينا مثلا شويه حكينا على حاجه، بس هو بيخليني او بيجبرني فكره ان انا لما اجي اروح بقول له شكرا على الوقت اللي انت قضيته معايا ده. وممكن الجانب ده ما بيحسوش قوي الناس الاجتماعيه، علشان مثلا بيبقى عندها اصحاب كتيره جدا جدا مثلا، او مثلا عندهم 100 صاحب، فحرفيا هو بيبقى مثلا كل يوم مع واحد شكل او كل يوم مع شله شكل، فمش بيحس بالفكره دي قوي اللي هو كده اصلا عندي اصحاب كتير. لكن الناس اللي بتقدر الحته دي قوي، فكره ان انت ما بتكونش اجتماعي قوي، او فكره ان انت مش بتتخالط مع الناس، او بتنقي الناس المعينه اللي تبقى اصحابك بس. وده في وجهه نظري اللي هو انا، ان هو انا مش بصاحب اي حد وخلاص، فكره اللي هو لازم يكون من نفس الفكر بتاعي او نفس التفاهه بتاعتي زي ما بقول كده. يعني مثلا ساي مثلا بتاع حفلات مثلا بتاع هدوء، ممكن مثلا في اقرا روايه، ممكن مثلا يبقى عندي خصوصيه ان انا مثلا منتج فيديو الكلام ده، فببقى عايز حد معايا مثلا اذا كان صاحبي او اذا كان مثلا شله تقدر فكره الحاجه اللي انا بعملها دي، مش فكره مثلا اللي هم بيستهتروا مثلا بالشانل مثلا بتاعتي مثلا، او بيستهتروا مثلا بالافكار بتاعتي، لا اللي هو معايا في نفس الطبقه العقليه بتاعتي. ومش قصدي هنا مثلا فكره ان الناس مثلا مش اللي مش معايا مثلا في نفس الطبقه دي العقليه مثلا اللي هم متخلفين او حاجه زي كده، لا هو ممكن يكون فكرهم ما تناسبش مع فكري، فاللي هو احنا ما عرفناش نبقى اصحاب او ما عرفناش نعمل شله. فبفرح جدا لما بلاقي مثلا حد مثلا معايا على نفس الخط وفهمني وماشي، يلا قشطه مثلا يلا حفلات، يلا نروح مثلا الحفله دي، يلا مثلا نروح مثلا سيد صاوي مثلا في الزمالك، فيلا قشطه، اللي هو ما بيفكرش قبل ما بيتكلم اصلا، اللي هو فكره يلا روح الحته دي فيلا قشطه على طول. ممكن لو انت فكرت في حوار الفويس نوت دي، او فكرت مثلا في حوار المسج اللي بقول لك عليها، انت ممكن تشوفها مثلا تافهه، لكن لو جيت مثلا فكرت فيها كويس هتلاقي ان اصلا اللي قدامك مثلا، او اللي هيستقبل الفويس نوت دي، او اللي هيستقبل المسج دي، هي هتبني عنده حاجات كتيره جدا. هتبني عنده ان هو كان معاك في حاجه فهو فرحك، فانت قدرته في الفرحه دي، فهو هيحب يكررها تاني معاك، او هيحب يبقى معاك دايما. بالنسبه لي انا ككريم، الحاجات الشخصيه الصغيره جدا جدا دي اللي هي في ناس شايفاها عاديه جدا، هي بالنسبه لي حاجه مهمه جدا جدا، حتى لو محدش قالها لي، مع ان لو حد قالها لي هتبقى حاجه كويسه جدا جدا، بس لو محدش قالها لي بحس ان انا اللي عايز اعمل كده. يعني بعد مثلا ما بخلص مثلا المشوار بتاعي، بحس ان انا بعد ما بخلص عايز ابعت مثلا فويس نوت اقول له شكرا، حتى لو لسه سايبه مثلا. فكره برده اللي هي الفويس نوت برده بحس ان هي احسن من فكره انت تقولها له في وشه في الحاجات دي بالذات، هي بالصراحه لازم تقولها له في وشه ولا حاجه تكذب عليه فيها، لا فكره اللي انت بعدها بتمشي مثلا فبتقوم بعت له مثلا فويس نوت مثلا شكرا على اليوم اللي احنا قضيناه مع بعض ده. فلو فعلا في حد في حياتك فعلا بيعمل كل الحاجات اللي انا قلتها دي، بيبقى معاك في كل حاجه، فما تسترخص عليه فكره فويس نوت
مش هتكمل معاك دقيقه ولا دقيقتين بس تقول له فيها شكرا اللي انت معايا فعلا حرفيا. اذا كان خطيبتك، اذا كانت مراتك، اذا كان صاحبك اصلا، اذا كان البوي فريند بتاعك او البيست فريند بتاعتك، ما علينا يعني، اي حد او اي شخص معاك في المرحله دي اللي هو مثلا بيجي معاك في كل حته وبيقضي لك كل مصالحك والكلام ده، فما تسترخص عليه فويس تقول له فيه شكرا او مسج صغيره تقول له فيه شكرا على الوقت اللي انت قضيته معايا. بس هو ممكن تكون السلسله دي غريبه شويه، بس حسيت ان انا في المجتمع بتاعنا الفتره دي بالذات محتاجين ان احنا نتكلم على الحاجات الصغيره دي، عشان دي بتفرق مع الناس كويس جدا جدا، او بتفرق مع الناس قوي قوي. الفتره اللي احنا عايشين فيها دي دلوقتي بنفتقد لحاجات كتيره جدا جدا، من ضمنها الحاجات الصغيره اللي انا بكلمكم عليها. فحاول اكمل في السلسله دي واحاول الاقي افكار كتيره جدا جدا، حاجات حتى لو صغيره يعني، حتى لو الحاجه دي صغيره فهي اكيد هتهتم بيها فئه من الناس او هيهتم بيها فئه معينه من الناس اللي بتتفرج عليا. فلو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل شير وتقول لصاحبك شكرا، تبعت الفيديو ده لاصحابك لو انت فعلا عجبك الفيديو، وكالعاده دوس يا كوتش. Salam.